ده يعني محظوظ الحمد لله الحمد لله. يعني اكيد بيحس انك انت كنت محظوظ وانت شغال معانا. الحمد لله، محظوظ في شغلي في الرئاسه ومحظوظ في جوازي. الله اكبر. نتكلم بقى على شغلك في الرئاسه. اتفضل. انت جيت سبت يمكن في 10 سنين عملت 18 فيلم. اه مظبوط صح يا فندم، برافو. وبعدين النكسه جت، النكسه جت، بطلت لغايه ما دخلت اشتغلت في رئاسه الجمهوريه. اه في الفتره دي كان ابتدى انفتاح الاقتصاد الاستهلاكي. اشتغلت مع الرئيس، قالوا لي تيجي مسرحيات وبتاع، اتريقوا على قصي وكده، ما رفضت. انت يعني ترفض ان حد يتريق؟ اه طبعا. لا انا ما يهمنيش انا قصير، انا عارفه ان قصير، بس ما حدش يتريق عليا. يعني خصوصا ان كل الافلام اللي انت عملتها، لا طبعا، كلها افلام كان تم توظيفك دراميا. والافلام الجديده اللي عملتها والمسرحيات الجديده اللي عملتها بعد ما رجعت من بعد ما طلعت المعاش، كلها طبعا محترمه وجميله يعني. شغلك في رئاسه الجمهوريه منعك من التمثيل؟ اه طبعا. اشتغلت مع الرئيس الراحل انور السادات. انور السادات 4 سنين. والرئيس مبارك. شغلك مع رئيس السادات احكي لي عنه، وشغلك مع رئيس مبارك. شغلي مع رئيس السادات، كنا في المعموره، ورئيس السادات ما كانش حواليه الهيمنة اللي انا شفته بعد كده، وكان راجل بسيط ممكن ياخد سكرتيره خاص ومدير الحراسه الخاصه ويتمشوا في 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 المصيف يعني، وكان راجل بسيط جدا. كنت انت وظيفتك ايه في رئاسه الجمهوريه؟ انا مهندس اتصالات، تامين اتصالات رئيس الجمهوريه. يا منصب صعب قوي. ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله. طبعا بعتوا لي امريكا كتير. يعني ايه يعني بتامنها ازاي اتصالات رئيس الجمهوريه؟ هقول لسيادتك، دلوقتي احنا الرئاسه ما بنعتمدش على اتصالات الهيئه، يعني ايه؟ في الطياره يتكلم يعني يبقى في اتصالات، في العربيه في اتصالات، في مكتبه في اتصالات، مع مكاتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والناس دي في اتصالات. احنا عاملين زي الهيئه ما عامله اتصالات للناس، احنا عاملين اتصالات لرئيس الجمهوريه. سنترات الكترونيه، فايبر، الكلام ده كله كنا عاملين. بس دي شبكه خاصه برئيس الجمهوريه. طبعا 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 طبعا. وانت كنت بتامنها؟ تامين اتصالات رئيس الجمهوريه. بس انت تلاقيك ده انت بقى سمعت مكالمات بقى لا يا فندم خالص. لا يا فندم، سر المهنه يا فندم. انت عارف الدكتور ولا المحامي ولا بتاع، في حاجه شرف المهنه وسر المهنه. مفيش. مش ممكن. وبعدين انا ليه اجيب لي نفسي وجع الدماغ؟ انا راجل غلبان ما عنديش عزبه يعني، لو حصل يعني مفيش مكالمه كده بين السادات وكارتر سمعتها، مش هترفض يعني ولا هترفض ولا حاجه، وهحافظ على اكل عيش. بس طبعا انت اكيد كنت موثوق فيك جدا، بدليل انك انت عشان تمسك المنصب ده ممتاز وتامين صلاه رئيس الجمهوريه كنت انت راجل يعني. اضحكك بقى، اول مسكت المنصب ده كان معايا المهندسين التانيين، ايه طوال وعراض وتخانوا حاجه كبيره كده، وانا حاجه صغيره، كنت ايام التمثيل حاجه صغيره قوي. فبيني وبينك انا من النوع اللي احب اكون، ولا هي دي مشكله يعني ان انا اكون. فابتديت ادرس صح وابتديت اتعلم صح، واسافر لامريكا كذا مره لان انا امسك صنعتي كويس، فبقيت مهندس نمبر واحد. وحتى رئيس الجمهوريه مبارك ايامها اداني قلاده الدوله التقديريه من المستوى الثاني لنشاطي في الرئاسه. طيب الرئيس السادات حصل بينك وبينه حوارات؟ لا ما شفتوش الا مره معدي كده بتمشى في المعموره وانا قاعد في الاستراحه بتاعتي، ببص عليه لقيته بتمشى قدامي. شفتهم كده. رئيس مبارك بقى اكيد اتعاملت معاه. طبعا. رئيس مبارك ده راجل فايتر دغري. ما يحبش المحسوبيه ولا الوساطات ولا الكلام الفارغ ده كله، زي وراجل محترم جدا جدا جدا، وافاد البلد وهو ضابط، وافاد البلد وهو مسؤول عن سياحه الطيران، وافاد البلد وهو نائب، وافاد البلد وهو رئيس. اول مره بقى يشوفك في رئاسه الجمهوريه وانت مسؤول عن ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ وكنا في مصر في الدخيله، كان اول سنه يمسك، وكنا في الدخيلة، هو طبعا طيران، فراح الدخيلة المطار الجوي أو القاعدة الجوية في الدخيلة، فشافني ماشي كده وماشي كده وبتاع، فقال لهم إيه ده؟ الموظفين جايبين عياله معاهم، هو ده موظف هنا؟ فكان معاه حبيبي الله يرحمه دكتور العظيم جمال عبد العزيز، دكتور لواء جمال عبد العزيز، راجل في منتهى الاحترام. مدير مكتب الرئيس مبارك. جميل، رئيس السكرتير الاول. اللهم صل على النبي عليه، انسان منتهى التواضع والجمال. المهم كان شغلي على طول معاه، فقالوا لا يا فندم ده بيشتغل هنا. قالوا بيشتغل هنا ايه ده؟ قالوا ده مهندس صلاه يا فندم، ولاد مكافح، ولد كويس ومجتهد. قالوا والله مش ده الواد بتاع طاقيه الاخفاء؟ قالوا ايه اللي جابه هنا؟ قال له انا ساب التمثيل وجاي. هو هيمثل تاني؟ قال له لا يا فندم، ده حكالي ساب التمثيل وهيقعد في الرئاسه. لما فكروا يمشوك من الرئاسه، الرئيس مبارك عمل ايه؟
كنت متجوز واحده سودانيه او مصريه بس اصولها من السودان وليها اخ كان ضد الاخوان وما اعرفش حاجه كده غريبه يعني. فكان جت علي انا قرار امن لازم امشي. زي ما قلت لك انا كنت مجتهد في شغلي وبحب شغلي جدا. بصراحه الرئيس مبارك ما رضيش يمشيني. فرئيسي اللواء رئيسي بطلب منه حاجه او باخد منه ورقه قال لي اسكت انت كنت هتمشي. مش عارف اخو مراتك اسمه حسن بيعمل مشاكل في السودان ومش عارف ايه. فيا فندم انا طلقتها. كنا طلقنا ساعتها يعني الحمد لله والقسيمه معايا في جيب ايه. قال لا الحمد لله الرئيس خلاص الرئيس وجمال بيه عبد العزيز قال لا ما يمشيش ده انسان مكافح وكويس ومجتهد ونعتمد عليه في الشغل. فطبعا بسطتني جدا مغمانه كلها ساعتها كنت مطلقه بس بسطتني جدا الموضوع ده. تحس انك بتخدم ناس بيقفوا جنبك مقدرينك. اه طبعا. وطلعت على المعاش بقى بعد كده طلعت على المعاش 60 سنه. لما طلعت على المعاش بقى عملت ايه؟ والله الهوايه بقى انت جوزتيه في رئاسه الجمهوريه. اه كنت في الرئاسه قبل ما اطلع المعاش.